ومين اللي يتحمل مسؤولية الهزيمة؟ جمال عبد الناصر ولا عبد الحكيم عامر؟ الاثنين. هزيمة عسكرية سياسية. هو ده الجيش وده ايه؟ رئيس. الاثنين. الهزيمة كانت سياسية عسكرية. البعض يحمل المسؤولية للمشير عبد الحكيم عامر. هو لدى ويبرئ ساحة جمال عبد الناصر. هو لدى تعليمات. هو اللي أغلق مضايق تيران وصنافير. تيران وصنافير مين؟ عبد الحكيم؟ جمال عبد الناصر؟ كان أول مرة نعرف إن تيران وصنافير بتمر منها إسرائيل مراكبها. إحنا كنا فاهمين إن مراكب عليها علم فنزويلا. تمام؟ فطلع لا، من حرب 56 بيعدوا. وكل ده كان ضحك على الشعب المصري. هو مين اللي إدى أمر بالحرب؟ القائد الأعلى ولا القائد العام؟ القائد الأعلى جمال عبد الناصر. كونك بقى أنا كنتش مستعد للحرب لا نفسيا ولا سياسيا ولا عسكريا، وأنت اللي قعدت تستفز الدنيا كلها. وبعدين المعلومات اللي جات لك أنت ليه حاربت؟ إن إسرائيل هتضرب مين؟ سوريا. مش دي معلوماتك كانت موجودة؟ فأنت قلت ليه ناحية سوريا أنا حد أخدها، وبيت قدام العالم إنك أنت اللي هتهاجم على مين؟ على إسرائيل. إسرائيل. انت اللي بقيت شكلك مختلف، عشان كده العالم ما تعاطفش معاك للاسف. لان انا لو عايز يعني انا اروح ناسف اسرائيل كده على بعضها لسبب بسيط جدا. هو 67 هي غزه كانت مع اسرائيل، الضفه كانت مع اسرائيل، كانت معنا كلها، جولان مع اسرائيل. دي النكسه الحقيقيه، ان الاراضي اللي كانت معنا بعد 67 بقت مع اسرائيل. وسيبك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الأمن دون ما طلع قرار بقى ساعة مش عارف سرع قرار العملية طلعوا دون يعني اللي ضيع الضفة وغزة والجولان جمال عبد الناصر. طبعا مش الحرب بتاع 67، ما احنا على الأقل كانت غزة معانا والضفة مع الأردن مش كده، والجولان مع سوريا. فأنا ممكن أفتح صدري في خناقة بتاع تخصني أنا مرتضى، اضرب اندرب مش مشكله، ما افتحش صدري في وطن